مشاهدينا الاعزاء الى الملف الليبي، حيث اشادت المجموعه الدوليه باتفاق وقف اطلاق النار الذي انهى اشتباكات استمرت ليومين في احد اكبر احياء العاصمه الليبيه طرابلس، حيث عبرت كل من الامم المتحده والاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه عن دعمها للحوار السياسي بليبيا. وشهد حي ابو سليم وما جاوره جنوبي طرابلس منذ الخميس الماضي اشتباكات بين قوتين تنتميان لحكومتي الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والإنقاذ، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 4 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين. وأعلن المجلس الرئاسي للحكومة الأولى عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار تشرف عليه الأجهزة المعنية التابعة لها وأعيان من مدينتي ترهونة وغريان، ودعا الاتحاد الأوروبي جميع أصحاب المصلحة للانخراط بشكل بناء في العملية السياسية في إطار اتفاق الصخيرات وتحت رعاية الأمم المتحدة. من جهته قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر في بيان له إن هذا الحادث يدل مرة أخرى على الحاجة للإسراع في إيجاد حل سياسي وبناء لبناء جيش ليبي موحد يعمل تحت سلطة مدنية توفر الأمن والأمانة لجميع الليبيين. لمناقشة هذا الموضوع استضيف مجموعة من المختصين الليبيين والسياسيين، وأبدأ بضيفي عبر خدمة الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي الليبي أستاذ وليد رتيمة. أرحب بك أستاذ وليد. مرة أخرى نطق السلاح في العاصمة الليبية وغطى حتى على أخبار يعني الجولات السياسية في الجوار لحل المعضلة الليبية. لماذا نرجع دائما للغة السلاح في ليبيا؟ في البداية شكرا لك على هذه الاستضافة، وحييك وحي جميع المتابعين. في البداية دعني أنطلق في إجابتي من تصحيح إلى معلومة وردت في خبركم، وهو أن تبعية التشكيلات المسلحة التي خاضت الاشتباكات في 48 ساعة الماضية، حقيقة تبعية التشكيلات المسلحة ليس فقط في العاصمة بل في ليبيا كلها، هي يعني دائما ما تربطها علاقة هشة بالجهات الرسمية وبالجهات الحكومية، وأيضا هي متغيرة وديناميكية باستمرار. فخارطة الولاءات هي في حالة تغير وفي حالة تشكل دائم يعني. فبالتالي تبعية التشكيلات المسلحة التي خاضت اشتباكات في الأيام الماضية لا نستطيع أن نجزم بتبعيتها إلى سواء كان حكومة الوفاق الوطني المعترف بها. لكن أنا أعطيك أفتح فاصل فقط، يعني نحن لسنا وكالة أنباء لكن تلفزيون للنقاش وينقل الأخبار من مصادرها، يعني أنا نقلت الخبر كما جاء في وكالة الأنباء التي نقلت منها مواقع الجزيرة وسكاي والبي بي سي وأيضا الأناضول، وهي مصادر نرجو أنها موثوقة يعني. فقط يعني أنا أقول لك أنه هذا مصدر وكالة الأنباء. أنا لا أخطئك سيد الكريم، أنا وجدتها مناسبة لانطلاق في استهلال الإجابة. نعم. فقط. نعم. أنا لا أخطئك، ولا هي فقط محاولة مني كانت لتوضيح العلاقة بين التشكيلات المسلحة والجهات الحكومية. نعم. باعتبارها علاقة هشة ولا تخضع بشكل كامل للجهات التي وردت في الخبر. هذا كل. نعم. القصد. نعم. يعني عودة لإجابة على سؤالك أيضا. نعم. في تقديري أن الأوضاع الميدانية تزداد يعني سخونة في العاصمة كلما ازداد رقما سياسيا على المعادلة السياسية. يعني نذكر عندما دخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وبدأ في مباشرة مهامه من طرابلس، رأينا بعض الاختلالات الأمنية وبعض الاشتباكات. عندما دخل خليفة بغويد إلى مبنى المجلس الأعلى للدولة رأينا أيضا تجدد لهذه الاشتباكات. إذن خارطة النفوذ للتشكيلات المسلحة داخل العاصمة مربوطة بالعملية السياسية. فكلما ظهر يعني على السطح أو كلما تمادت حالة الجمود السياسي لاحظنا بعض الاحتكاكات العسكرية، والتي حقيقة وللأسف أقولها أنا كصحفي ليبي أنها سوف تتجدد، ولكن إذا استمر الوضع السياسي بهذه الطريقة أنا متوقع اشتباكات أيضا في الفترة القادمة. نعم. خاصة في هذه المنطقة اللي بوستيمة الأطباء، وهي تعتبر منطقة احتكاك. نعم. سأعود إليك
نعم سعد ليك لنتحدث عن العملية السياسية وجهود الجوار، لكن أريد أن أسمع وجهة نظر أخرى وتفسير ربما مختلف لهذا الوضع في العاصمة الليبية. معي رئيس مجموعة العمل الوطني الأستاذ خالد الترجمان عبر الهاتف من بنغازي. ورحب بك أستاذ خالد الترجمان، ما هو تفسيرك لعودة لغة السلاح في العاصمة طرابلس والتي غطت على أخبار يعني جولات الحوار الإقليمية؟ ما هو التفسير لذلك؟ أستاذ خالد، أستاذ خالد ظهر أنه في إشكال مع التليفون في لبنغازي. أعود إليك أستاذ وليد، هل عاد معنا خالد؟ نعم فقدناه. طيب سيد وليد، نتحدث عن هذه العملية السياسية، ربما بدأت في الداخل وتدخل الخارج، تدخلت الأمم المتحدة، جرت حوارات في جنيف، في 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 المغرب، في الجزائر، في تونس. الآن وصلنا إلى بلورة فكرة ربما تونسية، جزائرية، مصرية. ألا تعتقد بأن هذا المسار ربما قد يأتي بجديد في للحل الليبي؟ طالما زاوية الحل أو منطلق الحل إقليمي، أنا في تقديري سوف يصطدم بالواقع الليبي. ما لم ينتج حل ليبي حقيقي، ينتج حل يضمن مصالح أطراف الصراع الليبي على الأرض قبل أن يضمن مصالح القوى الإقليمية، سوف يكون الحل أو التهدئة بعيدة. ولكن إذا استمرينا في فكرة أن الوجود الجزائري يرغب في الحد من التدخل المصري، والتدخل المصري يرغب في ترسيم موقع سياسي لبعض الأطراف العسكرية والسياسية في الشرق الليبي، ووجود الطرف التونسي كمحاولة مواءمة بين الرغبة الجزائرية والرغبة المصرية داخل ليبيا، أنا في تقديري هذه المحاولات ما لم تتواءم أو تتسق أو تلبي مطالب الأطراف الليبية في الداخل سوف تصطدم بواقع صعب. أنا في تقديري لا مجال للحسم العسكري في ليبيا لأي طرف من الأطراف، لا مجال للحسم السياسي أيضا في ليبيا لأي طرف من الأطراف. فبالتالي على الأطراف الليبية أو على الطبقة السياسية الليبية أن تستوعب درس السنوات الست الماضية وتجلس فعلا تجلس على طاولة الحوار وتصل إلى صيغة من التفاهمات والتوافقات تبدأ في الرغبة الحقيقية في بناء الدولة، وبعدها يدخلون نعم أو تدخل الطبقة السياسية. واضحة الفكرة، وسأعود إليك في فكرة أخرى. عاد إلينا الأستاذ خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني عبر الهاتف من بنغازي، ورحب بك مره اخرى استاذ خالد. ونسال عن عوده الحوار بالسلاح في العاصمه طرابلس، لماذا نقع في هذا الفخ كل مره في ليبيا؟ بسيد سليم صالحي وبقناه المغاربيه، لربما ليس مستغربا بالنسبه لي انا ما حدث في طرابلس الايام الماضيه، رغم سوءه، رغم المه، رغم الضحايا المدنيين الذين فقدوا في هذه الصدمات العسكرية، ولكن هذا بعد الميليشيات المسلحة التي تحتكم إلى السلاح في توسيع مناطق نفوذها وفي السيطرة على مقاليد الأمور في طرابلس. فما يمكن أن يكون من قادة ميدانيين مثل صبورت وشريخان وبجيرة وطمطم والبقة وهلم هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان، هل يمكن لهؤلاء أن يكونوا طرفا في تسوية سياسية، تسوية اجتماعية، تسوية ليبية لحل المشاكل المتفاقمة في ليبيا والوصول إلى حلول حقيقية ناجحة والوصول إلى طاولة مفاوضات حقيقية؟ هل يمكن لهذه الأسماء بالفعل أن تكون جزء من المشهد السياسي؟ هذه الأسماء التي ما دامت تحتكم إلى السلاح في حل حتى خلافاتها الشخصية، حتى في سيد خالد التوفيق. والله معليه نعم. يعني تساعدني في هذه الجدليه، يعني في كل الحروب الصوت الذي يقول انه الذي يحمل السلاح والذي لا يمكن ان يكون طرفا في الحل، لكن الذي يحمل السلاح يقول لك انا هو الواقع ولن يكون حل اذا كنت انا موجود فيه، يعني كيف نفك هذه الجدليه؟ الذين لديهم رؤية، لديهم استراتيجية، لديهم وجهة نظر، لديهم برنامج عمل،
ولديهم القدرة على حمل السلاح مثلا، أو أنهم جزء من الخلاف المسلح، يمكن الجلوس معهم أو يمكن محاورتهم. ولكن عصابات ميليشيات مسلحة، هذه عصابات التي يقودها الصبوط وشريخان وطمطم، هذه عصابات هم ولسات الاستيلاء على المال، هم ولسات توسيع مناطق نفوذها في العاصمة في طرابلس. ولكن ليس لديها برنامج. أنت لم ترى، مع احترامي لكل الأشخاص، أنت لم ترى وجوههم، هم خريجين سجون هؤلاء، فكيف يكونوا جزء من المشهد السياسي في ليبيا؟ هل يمكن الركون إليهم أو التحاور معهم؟ هؤلاء لابد من جيش وطني قادر، قوات مسلحة قادرة على حذف القوة معهم، وكذلك أجهزة أمنية وشرطية. وهذا ما تحدث به هذا ما تحدث به كوبلر في بيانه أمس، يعني قال ما حدث في طرابلس هو دليل على أنه يجب أن يتكون هذا الجيش الليبي الموحد وهذه القوة الأمنية الموحدة. ما هو العائق إذن للوصول إذا كانت كل الأطراف الليبية متفقة أنه لا حل إلا إذا كان جيش واحد، قوة أمنية واحدة ومصدر قرار واحد؟ هذا ما قلناه منذ 3 سنوات مضت، ولكن السيد كوبلر أعتقد أنه يعلن دائما وأبدا عن فشله التام في عدم قدرته على التعاطي مع المشهد الليبي. السيد كوبلر لم يعد له أي إمكانية لأن يستمر في هذا المشهد أو محاولة حل حلها على الأمم المتحدة للبديل لها، وعلى الأمم المتحدة أن تركوا لدول الجوار. لا، اللي كان سيد خالد، معليش أنا كل مرة أنقاطك حتى أستفزك أكثر. يعني هناك من يتهمكم بأنكم أنتم لا تريدون جيش ليبي موحد. أنتم عندكم قصة واحدة اسمها حفتر، هو حفتر اللي يكون إلى ما كانش حفتر ما كانش حل. هل هذه مبالغة؟ ما هذه هي الحقيقة يعني، وأنت تكون عندك شجاعة وتقول لي إياها أنه هذه الحقيقة؟ هل تريدنا أن نفرط في آخر أمل نسنا إليه؟ هل تريدنا أن نهدم جدار نتكي عليه وهو المشير خليفة حفتر؟ المشير خليفة حفتر منذ بدء عمليات الحرب ضد القذافي وهو يسعى لبناء قوات مسلحة موحدة، ولكنه حرب من الأطراف كلها، حرب بدءا من المجلس الانتقالي الذي كنت أنا أمين سره، أنا لا. كنت أمين سر المجلس الوطني الانتقالي، وحرب مشروع حفتر في ذلك الوقت منذ بدء حربنا ضد قذافي، ثم حرب في المؤتمر الوطني، والآن يحاربه من لا يريد وطن، من لا يريد قوات مسلحة حقيقية، هو من يحارب حفتر. ولكن حفتر هذا اسم فقط، إنه تجمع حوله مجموعة من الضباط. هل تعلم أن بدأنا عملية الكرامة؟ نعم، لنسمع وجهة نظر السيد وليد ارتيمان محلل سياسي من ليبيا. هل فعلا أنه ربما هذه جماعة حفتر في بنغازي لديهم رؤية واضحة للحل في ليبيا، وأن كل من هو ضد ليبيا هو ضد حفتر في النهاية؟ سيد وليد، سيد وليد أرجوكم يسمعنا. انقطع الاتصال. طيب، راح نبقى أنا وياك خالد، وسأحاول أن أكون يعني محامي الطرف الآخر حتى نستعين بالسيد عبد السلام الراجحي، ننتظره هو أيضا، وليد رتيمة. الإشكالية مع حفتر التي طرحت هي مثل التي طرحت مع جماعة طرابلس، يعني التبوقع مع فكرة مصرية إماراتية، مال مشبوه، دعم مشبوه لخطة غير ليبية في النهاية. هذا ما يقوله من يريد أن يجزي الوطن، من يريد للشرق الليبي أن يعود كما هي طرابلس الآن، ميليشيات متناحرة متقاتلة وتفجيرات واختطافات واغتيالات. لكن الهدوء الذي ننعم به في الشرق والأمن الذي ننعم به في الشرق وبداية تكوين الدولة في الشرق، هذا ما يرفضه الذين يرفضون مشروعنا وهو بناء قوات مسلحة. مشروعنا هو بناء قوات مسلحة، ولكن لديهم عفريت اسمه خليفة بقاسم حفتر. هذا العفريت الذي يركبهم والذي يخشون منه، لأنه يعلم
يعلمون تماما ان هذا الرجل يريد توحيد قوات المسلحه، بدليل انه رفض مصافحه السراج في مصر. هل تعلم ان السراج اقام الدنيا ولم يقودها، فقط يريد ان يظهر في صوره يصافح حفتر في وجود الرئيس السيسي، ولكن المشير حفتر رفض ذلك، رفض ان يصافح السراج لانه رجل ليس لديه مشروع. هذه اولا هذه روايه واحد. هذه روايه من روايات اخرى، هذه روايه من روايات اخرى. ثانيا ان السراج هو نتاج لاتفاق صخيرات المعترف به دوليا، يعني كيف ممكن ان تناقش وبغض النظر عن هذا، يعني ما لا تغالط يعني المشاهدين، هؤلاء يدعمهم المجتمع الدولي، وهؤلاء عملوا في المغرب الاتفاق المشهور اسمه اتفاق صخيرات، وكان بدايه لحل، وهناك وهم يقولون انتم وقفتم امام هذا الحل. يعني نحن نعلم هذه المشاريع التي تريد لنا الاقتتال وتريد لنا التجري، هذا مشروع انجليزي وتدعمه بريطانيا، هذا رجل جاء من المجهول لم يرشعه احد، لا رجل نواب ولا مؤتمر وطني، هذا الرجل يمكنك ان تسرد تاريخ اسرته من 1850 عندما حضر من قريه ماجليزيا في شمال ادمير جده الاول 1850 ليقمع ثوره الامازيغ في نالوت. يمكنكم ان ترجعوا الى مذكرات ابي مذكرات كنت بتراجع لتعرفوا الحقائق ومن اين اتى هذا الرجل وما هو المشروع الذي طيب عاد الينا. طيب راح يكون نعم سيد خالد، عاد الينا وليد رتيمة وعذر المشاهدين على هذا الاشكال مع الهاتف اليوم. سيد وليد رتيمة، استمعت الى التحليل وفيه كثير من النقاط تبدو للوهله الاولى انه يعني واقعيه، يعني لماذا لا يتم يعني التجمهر وراء فكرة ليبية يقودها واحد قوي ليبي اسمه حفتر، لما لا يعني؟ أعذرني، أولا ثورة 17 فبراير لم تأتي لكي تأتي تمجد أشخاص وتمجد انقلابيين، وأول عمل قام به حفتر هو تجميد الإعلان الدستوري وفكرة تصوير بنغازي بأنها جنة لابس اغتيال أو لابس اغتيال، والاغتيالات ما زالت في بنغازي والتصفيات ما زالت في بنغازي، والشرق الليبي ليس بنغازي ليست في حالة أفضل من طرابلس، وفكرة المزايدة على أن حفتر القائد الأوحد والصقر الأوحد، هذا الكلام أكل الدهر عليه وشرب، وفكرة تخوين الآخرين وحتى يعني الآن يعني بجيش العواقير يتكلم عن جيش العواقير ولا يتكلم على جيش الدرسة ولا يتكلم على جيش العبادات ولا جيش البراعة، إذا هو يريد أن يسمي أسماء ميليشيات في طرابلس وأنا لا أدافع على الميليشيات، ولكن لن أدافع على عودة مستبد طاغية، لن أدافع على عسكرة الدولة من جديد، لن أدافع عن نظام عسكري، لن أدافع على عبدة شخص، أنا لن أعبد شخص ثاني، لقد تحررنا وحررنا الوطن. ثورة 17 من فبراير جاءت لكي تقضي على هذه الأصنام البشرية، والتاريخ لن يستمع لأي شخص يمجد شخصا ويطعن في وطنية أشخاص آخرين للأسف الشديد. السراج ليبي حالة وحال كل ليبيين، وحفتر ليبي حاله وحال كل الليبيين، وعلى كل الليبيين ان يجلسوا على طاوله واحده، حكم الفرد انتهى، علينا ان نجلس على طاوله واحده وننهي خلافاتنا. حفتر مشكله حفتر سيدي الكريم وقع في متحرجه صعبه، وهذه مشكله حفتر ليست مشكله ليبيا. حفتر يريد ان يصدر مشكلته التي وقع فيها الان هناك مشاكل قبليه وديموغرافيه في الشرق الليبي، اصبح حفتر يوجهها. وكذلك حفتر إذا قبل بأن يكون جزءا في حل شامل يضمن الاستقرار لليبيا لن يكون هو الكل في المشهد، وسوف يخسر سيطرته على الشرق في نفس الوقت، وهذا لن يرضي مصر في الآخر التي دفعت له المليارات ودعمته لقتل الليبيين وإشعال حرب لم تنتهي، ولن تنتهي إذا استمرينا بهذا العناد، ولن تنتهي إذا استمرينا ب فكرة يعني عودة الدكتاتورية إلى ليبيا، ولن تنتهي إذا استمرينا بفكرة عودة حكم الفرد. ليبيا لن تستقر إلا إذا وصلنا إلى تسوية شاملة، الدولة المدنية عنوانها، الدولة الحديثة عنوانها، الكل يتساوى أمام القانون. أما فكرة الجيش ومحاولة استنساخ تجارب بالية أصلا تواجه صعوبات شديدة، يعني هو يتكلم لك على الاتفاق السياسي، يتكلم لك على السراج وأن السراج أصولا مش ليبيا وكلام الفارغ هذا كله. يا سيدي حفتر اقترح اسما كعضو لرئيس المجلس الرئاسي وسلم الاسم بيده إلى المبعوث السابق ليون. حفتر يجلس مع كل المبعوثين في الخفاء ويطلب
من المصريين ويطلب من الإماراتيين بكل وضوح ما يريد، وطلب من الفرنسيين بكل وضوح ما يريد، فالمزايدة بفكرة التواصل مع الغرب والأمم المتحدة فشلت وكبر، هذا كله كلام فاضي. علينا أن نجلس في طاولة نحن ليبيين. واضحة الفكرة، واضحة وتبدو ربما فكرة واضحة وتبدو أكثر إقناعا حتى من فكرة خالد الترجمان. ما رأيك خالد بين من يدعو إلى اجتماع يعني جميع الليبيين وبين من يدعو إلى حفتر؟ يعني يبدو أنه كلام وليد أكثر إقناعا، أليس كذلك؟ يقنع ربما سيد وليد قضى 16 عام من عمره في سجون القذافي، وهو يقاتل الإرهاب ويقاتل القذافي ويقاتل الدكتاتورية ويقاتل حكم الفرد. ربما قضى نجري سل شبابي قضيته في سجون القذافي، وأنا من خرج في بنغازي ليلة 15 فبراير أقود مظاهرات ضد القذافي وطالب بإسقاطه، وكنت أمين سر المجلس الوطني الانتقالي ومستشارا للمؤتمر الوطني، وكذلك الآن أنا مستشارا في مجلس النواب. ورغم ذلك أقول بأن الحل يكمن في جيش واحد، جيش يفرض سيطرته على كل ليبيا من أجل أن تقام دولة ديمقراطية حقيقية. أما خزعبلاتهم الدعوة لفبراير وثورة فبراير، من يستطيع أن يزايد على ثورة فبراير؟ وأنا أحد قادتي عندما كانوا ينامون في أسرتهم دافئين. لكن هو يقول لك أنت تدعو، هو يقول وقيت من عمري 16 في سجون العسكر. نعم، لكن هو يقول أنت تعيد نعم لحفتر أو لغيره. أستاذ خالد، ليبيا لن تبنى لها. لكن أنت تدعو إلى عسكرة المجتمع، هذا يقولون أنت لا تريد الحل السياسي، أنت تريد إلى عودة منظومة فكرة عسكرية. الحل السياسي مع شريخان، اسمعني بس، الحل السياسي مع طنطن وشريخان وتبرتو، هل هذا هو الحل السياسي الذي يدعون إليه؟ هل يمكن أن نجلس لحل سياسي مع هؤلاء المعارضين، هؤلاء القتلة، هؤلاء خريجي السجون؟ هل هذا ما يدعو إليه ضيفه؟ أن نجلس لحوار، أي حوار تتحدث عنه وأي اغتيالات؟ الاغتيالات عندكم، منكم أنتم من تسيدون جراباتكم وأسلحتكم وتركيا وخطر وغيرها التي تسند الإرهاب والتي كانت تقتل يوميا في بنغازي أكثر من 13 شخص في اليوم كانوا يقتلوا. ألا تحسدون على ما نحن فيه من راحة؟ لا زلنا نقاتل الإرهاب وسنقاتله حتى نخلص ليبيا من الإرهاب. طيب، تبقى الدولة الديمقراطية حقيقة التي ما ظل من أجلها أكثر من 40 عام. طيب، زاد علي بثورة 17 فبراير وأنا أحد قادتها. نعم، هذه يعني فكرة واضحة، وأردت أنا أن أعطيك الوقت كاملا حتى تكملها. أشكرك جزيل الشكر سيد خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني، كنت ضيفي عبر هاتف من بنغازي. أختم معك الأستاذ وليد، يعني هي نفس التهم، يعني الجماعة في طرابلس يتهمون جماعة بنغازي بالتموقع مع فكرة مصرية إماراتية، هم يقولون أنتم مع تركيا وقطر، وهناك خطاب الأنتم، وكأن نحن نتحدث عن أكثر من ليبيا يعني، وليس على الوطن واحد. كيف بجدية يمكن أن نخرج من هذا المأزق؟ اسمح لي الكريم، أنا جاء ردا على كلامه، هذه ليست قناعاتي أنا، هو لا يستطيع السفر إلا بمحاكمة موافقة أمنية من حاكم عسكري. الآن هذه ليست قناعة، أنا قناعاتي. علينا أن نتخلى على هذا الخطاب الخشبي البالي القديم الذي يعني أعفنا أنوفنا. الآن أنت مصري، أنت تركي، أنت، هذا كلام فارغ. نحن كلنا ليبيون، 6 مليون ليبي، لدينا طبقة سياسية أفرزتها مرحلة ما بعد ثورة 17 فبراير. على هذه الطبقة السياسية أن تجلس على قاعدة اتفاق الصخيرات الموقع في 17 من ديسمبر من 2015 وتبدأ في بلورة حل حقيقي يصنع حالة استقرار، نصنع بعدها الدولة، ومن ثم ندخل في مهاترات تقاسم السلطة. نحن نتصارع على السلطة في غياب دولة، ورجل يقول لك جيش وكلام، يا رجل نص الكتائب قبلية، حال ميليشيات طرابلس. الآن الاغتيالات كل يوم في بنغازي، الآن يتكلمني عن الاغتيالات، لو تكلم حتى عن فكرة مكافحة الإرهاب يوم أجلى وأوضح للعالم بالكامل، اقتلاع تنظيم الدولة من أكبر منطقة ونفوذ له خارج العراق والشام وهي سرت. أم بنغازي للآن دمرت في 4 سنوات. أنا لا أنكر عدم وجود إرهاب في بنغازي، ولكن المعالجة كانت خاطئة. ولكن المعالجة يا سيدي الكريم، حفتر بدأ حربه حتى قبل أن تصمت أنصار الشريعة في ليبيا.
اختطفها في الطيران في مايو 2014، وانصار الشريعه صنفت ارهابيه بمجلس الامن في نوفمبر من نفس السنه، يعني بعد حوالي 7 أشهر من بدء حفتر لعمليه العسكريه. حفتر بدا مكافحه الارهاب بتجميد اعلان دستوري. من يصدق هذا؟ كيف ابني جيش واجمد اعلان دستوري؟ كيف اكافح ارهاب واجمد اعلان دستوري؟ لا يستوي هذا الكلام. حفتر لديه مشروع سلطوي وفشل ان يسيطر على كل شيء. واضح الفكره. نعم واضحة الفكرة وواضحة الرد، وهذين موقفين ليبيين ظهرا في هذه الحلقة. كنا نود أن نستضيف الأستاذ عبد السلام الراجحي مدير موقع استرلاب عبر الهاتف من طرابلس، لكن تعذر علينا ذلك. سنحاول التواصل معه في حلقات قادمة. كانت هذه حلقة اليوم من الحدث المغاربي، ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة من برامج قناة المغاربية من هنا من لندن. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله وإلى اللقاء.